نفسكم يحصل كده معاكم، اخش عليكم ألعاكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا لا، انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرسيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكوا سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش انه الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلاش. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا قلت لكم هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتم منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا، الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا خرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقست ايه؟ فلقست ايه؟ فلقسوف يا جاهل، ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللت والعجل دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سي الاستاذ لمبي؟ لا لا يا بابا، حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا سنقنا نفسينا. ايوه على قولك، عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى بجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بيشتغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. يا حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الذبايح والرقص والمغنى. وان يا هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه. انا اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه ايوه انا زعيم، بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد، الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العيم ده، ادعوا له. يخرب بيت ابوه. انا ندعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام، شايف محبه الناس يا عمده؟ ايوه يا شيخنا، هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعمة يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. سلام. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. هو احنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمنا واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى، مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام، فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 بك 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 Thank you.
انتوا ايه؟ معلم اشكر الموضوع ده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. ايوه وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. ايوه يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. ايوه عشان عشان بلدنا يتحط على دماغنا. ايوه ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. انا يعني ما بستناش كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قبل الجلوط ده. ما يصحش طبعا. يلا ما تجرمش. لا لا عايز ايه يا بت؟ انا فتحي. ايه ده فتحي؟ طب بس مش كده. طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه اللي انت فيها. ايوه ايوه اطور من الطينه. بتنا احنا مستنيين. والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سيلبي الحاجات دي. سيلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تدهسوا الجاموسي. جاموسه؟ ايه ده؟ ايه بولة ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقية. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ آه. طب ده انت لازبا ولابد تتغندر وتبنجي. الدب اهل البلد كلمه اشحان ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بلاش زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح وراه كل رجل عظيم لحنيه. الله قولي يا سيلبي. ايوه هي ايه اللحبيه دي؟ عمال تقولي لحبيه لحبيه. شكلك بتعكسني يا بنت. هو انا شادين بك الا اللحنيه بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانه بيك قد ايه؟ رقص وبغنى وبزيكة. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطوا. طبعا هوا بقى وهو وتريت تريت تريت هوبا ايريتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطه البنت دي ولا ايه؟ بقول لك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. ايوه اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقول لك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير اللون دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار اللون دي غير هناك. لا 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 اللون ده لا. انا عايز حته تانية مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش في مقامك يا زعيم. مش في مقامك. انا هخش اكل ده. انا هخش اغير كده. لا لا مش في مقام. يلا يلا. لا زعيم لا يا عم يلا بقى. لا زعيم لا اله. عند بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. الله يخليك والله. حبيب البلد دي كلها والله. الله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي مال الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضاربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. احمد هيبنا لا سهل على شرك شرك. خبريه يا اخوي. خبريه واحنا يعني مش قد معاهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. قول يا حبيب. قول يا مشرفنا. والله لا 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 والله البطل ده ما يقعد الا في حال. ايوه 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 اي
تعالى يا لمي. أبو النبي ريحك أخف من ريح اللينة. أنا خليك يا زعيمي. كفاية أنا خليك مش جاهز. تعالى جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور البارح جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمدة. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت البيض يا بنت البيض والذبايح والهبر والطعميه. انا ما بحبش العجه يا عمده. ده احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا نعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا ما بحبش. الناس دي عبيطه ليه؟ شكلها كده. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الرأس والمزاج والسهرانه. دغري يا مسيكي. انت بص انت العلاطه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين. خلي بالك يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله طلعت عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني؟ الليله الليلة يا عمدة. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ما تدري. ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدة. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح
عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا بالبيت؟ وصلت عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحية أيوة. يا ستي فتحية. انت يا بنت يا فتحية وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام ها؟ ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي يا حلوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. لحنية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي؟ هيسرى هو دبانة؟ دبانة إيه يا سليب الديانة؟ الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. أيوة خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ تقولي عليك أنت سلب مين؟ السلب أهو. ده اللي من جنبه ده. هتطلع في البين. في شبال. في البين تاني. في شبال. في فوق. في تحت. في بطلة. في البين. في شبال. فوق. يلا 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 يلا. انت راح فين في الاكل ده؟ خلص حرمي في الباسكت. ترمي في الباسكت؟ مش مرد عليك يا بنت. هتلعبي تنس ولا ايه؟ يعني ايه باسكت دي؟ هو فطيره وخلاص؟ انت مش عندك ناس كده وعندهم انت عارفه ان انا اعرف ناس عندهم مش جايين ياكلوا حتى نقطه خناشره بتاعت عيش؟ الناس دي لو اترمى عليها الاكل ده هتبقى مش هيبقى فيه مجاعه في البلد. صح ولا لا؟ قطاطا معاها حق عشان انتي مفتريه. في ناس حرام غالبا مش لاقين حتى قطعه سليزونهايه واحده. ما هو شفتي مفيش حد لاقي زيتونهايه واحده. طب انت بقى الاكل ده كله ليه؟ سيبيه انا هاكله. شفت شرط اقول لك مجاعه؟ مجاعه ايدي وليا مكرمشه طول ما هي قاعده تلغ تلغ. شفتي مجاعه ايه؟ بدلينا ما يتحرموا. هو في مجاعه اكتر من انا هاكل انا. شفتي هتقول لي الكلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي. أنا هنا سيدة القصر. سيدة القصر. قالوا كده بدل أنا تدعى عشان تسمعها كده. سيدة القصر. امشي يا القصر وسك. بقول لك إيه يمي، أنا هسيب لك سيدة القصر وأغور من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش وأنت بتستنى دلوقتي. مشيت خلاص والله. الحرامية دي. مشيت. أنت عارفاني دي حرامية؟ وهي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت. يا تاتا. ما تستنى تتكلم يا كان. مساعد يا إكرام. وما يحلى الكلام. ده بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه ايه؟ اللمبي. اه اللمبي. يا حبيبي يا لمبي. اه جايب البسبوسة وجاي اهو. جايب البسبوسة. يعني ايه؟ يعني ايه يا عمدة انت عايزني ان انا اطلق مراتي؟ على اساس ان جالك خبر ان اللمبي اتقلب من زودياك في الطيارة؟ ولا ايه؟ وأطيعوا الله. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. أنا منافق. أنت منافق. أنت بمنخرين. أنت ما تخلص يا قال. إحنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا إيه؟ خلص. الله. ما ترمي من الطلعة يا والي. الله مش هطلع أنا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا أنت بوحدك ده. في شرح مين ده؟ ولا في انهي فيلا بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لما اخذ دراعك بس يا جناب المأمور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. لا يا رب كل حاجه تقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتمنى يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه انت ايه؟ ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنتي حسان طالع مني. ربنا يتمم لك يا عم بحاجاتك.
ركبتك عشان احصلك في جمعتي. تحصلي بيه عشا بابليس في الجنه. اخصى عليكي. بتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على نار. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي، بقطع بيت شجر. طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه، لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي. هكلبهولك بس على شرط يكون شبهه، كلامه مفكر، شهد مكرر. ايوه، ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافكي ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه. اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت بالحياة. رايح فين يا سليب؟ مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس، انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كفى الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليلة الدخلة؟ امبارح كنت تحليني، انما النهارده ما تحلليش. تحلليش؟ بالك يا سليب. العمدة طلعني منك يا حبيبي. انت طلعتني؟ انا قلت هتتهدي بالسلاح. ياهووي، عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنواري. ياهووي يا بشبتك يا فتحيه، يا فضيحتك يا بنتي يا فتحيه. والله انا وافقت بس كده. من استنى بس وافقت عشان هو، عشان انا افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش عايزكم، والمصحف ده هسكت بقى. انا هوقع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعها وسد الترعه، وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وشي يا حمزه ووريني شكلك عامل ازاي. يا ولد انت، يالا انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور. يلا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي لحدامك بالطوب. يلا يا مجنون غور. يلا يا مجنون غور يا تجدهي. ايه يا قمر، ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي، ها، وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي. ليلتك يا عروسه. يا لهوي. بس يا قمر يا ناس، قمر قمر، البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه، في البقره، في الغربه، ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقكم مراتك بالقوه. حق بطلوا ده واسمعوا دي. طب ايه عند الحاجه؟ وانت كنت شويه مقضيها لي الغاز. ايه اللي بطلوا ده وحلقوه ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار، خليني طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد، انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار، ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه، لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم انا هفرقكم عن العمده ده.
هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه يبقى مرناطه كده في قلب الارض. هتشوفه. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف الليمبي هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجنا وحسن ابو خد كبير. بنيجي نطربعها بقى عليه هنا في قلب الليمبي. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحل اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه يا الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. وانتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ ما دي هو ايه صوت الميه ده؟ يا فتحية بتعمل بالبير ويا رفع حن؟ اسمها عواطف. نكتب وانا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه بس الواد الزعاف ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل اختصاصاتي. يا راجل اجري، انت كلك على بعضك جريده. يلا انت، انا هنا سيده القصر. يلا. اسرع حقك. يا خدامه. بقول لك ايه، خدامه بس بشرف. بص شرفك والنبي يديك ساعه على الدائري بين شرف ولا غير. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر؟ بصي بصي بصي، بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول؟ اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البلد. لا ابو النبي اتخرجي يا بنتي بتاع اكل اسال ايه؟ دي غلبانه. ودي ست بردك خدامة، يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلبة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ انت وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكر. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت يباطك، ان شاء الله تخرج من صخاريخ ودانك، وتبقي مجنونة في العلبة التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولعه ليه؟ ها؟ ها؟ انا واثقه من نفسي. واثقه من نفسي. انا واثقه من نفسي وعارفه انا عارفه انا عامله ازاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدك اجيب مرايه ليه؟ المرايه اللي وحشين يجيبوا نفسهم حلوين وانا بعرفين يا قدامه. وانا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا اخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بيكي حته. نصي؟ طب انا ليه عماله افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي، والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي يعني جاي من السنزليزيس مره؟ ما كانش جاي، ده كان بيتنطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرقه. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفاية كفاية يا قطط قرفتيني. أنا خلاص خلصت الطماطم أهو. خلصت إيه؟ الطماطم. طماطم؟ اسمها قوطة. قوطة. اسمها إيه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 أيوة كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. أنت لسه قايلة قوطة. يا أختي هو كلام نسوان بعد من المطبخ وأنا هنتكلم في إيه؟ خلاص هي دي؟ قطقطة بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس هاتي بقى الفرقة أهي، بركة كده وبركة كده. طب والصدر؟ ما أعرف صدر بقى زي الفل أهو. يا مرد عجيان. لا قطقطة أنا ما أقصدش صدرك أنت، أنا أقصد صدر الفرخة. ما أيوة يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلمة البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت.
سمع عليا كلام الزوارين البلدوجات ورحت الختام وقعدت اردع فيهم وكبروا بصلاه النبي وبقى فيهم واحده مكتوبه دلوقتي. كلبه ايه يا قطاطه انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش... انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بنشوفها وبتشوفي ناس غريبه. بتشوفي ايه انت؟ يحسب انت تفتكري هنتكلم في ايه؟ انت تفتكري ان السواد في عدد المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما وبص تلاقي المره من دول سرح الكلب جرب على طريق احسن مني. هي كده كلام السواد تعملي ايه؟ يا قطاطه انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت ليمبي ده مش هياخد مني من الحاجات بتاعه. بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافيه. الحياة والخشة يا رفيق أمها وقفة تترجى في المراجوز فاطمة بتترجى في ليش. هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ الله في غنمها أمثال إمامها. شغلت رنة وبندقية معمارة هو عرض له واحد اللي بالي ما تخلاش يدير شغلي بمارة بدهولي أحيي ساتر يا رب. يا عيني عليكي يا حبيبه امي ما لحقتيش تفرحي بجوازك من ليه؟ مالي يا عملون مالي عملون يصلحوا للارض علي الزفة يا ولد. ايه يا بلد مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نملة زقزقت عصفورة ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقرة تنعر خصوصا في الليلة المفترجة دي. فاهمين يا حوش؟ هو فات حوش يا عمدي. انت الحوش يا غبي بطايه. فاهم يا عمده فاهم. غرقتك ده يا فمك غور يا الله. انت يا اختي بتتحسبك ليه يا بنت؟ انت روح امك انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا ها عايزه ايه؟ لا صحيح في ايه يعني؟ تعالى يا عم وطي صوتك. طيب على ايه؟ ايه بالراحه. ايه ده؟
خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك في ايه؟ لا يعني اصل الزفه خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفه ايه الاجراءات يعني؟ انت يا راجل مش زفيت واتزفت واتنيلت بستين نيله، في ايه تاني؟ واني يعني هجيب العيل بالزفه بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليله الدخله دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللندا يا عمدي. ليه؟ هي غارت؟ وطي اللندا. حاضر يا بنت ادري. ايه العجلابيتك يا عمدي؟ سر الشر يا مقتدر. ايه العجلابيه يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني، العمده مرضه مني الليله، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمه تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبه تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسة قال والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حضرتي فتحي ده سليبي تمام. يا حضرتي حضرتي تلحق، ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله الحمد لله اخيرا فتحية، القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي، اخيرا اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرتي فتحية انا قول يا عيني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال شوف أكل العروسة، الأكل بينادي أكاله. كل الحمد لله ربنا بيوفق من هنا وبيمسن من هنا، ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهم أيوه هنعمل إيه دلوقتي؟ نعمل إيه؟ أنا رحت بينك والكنز راح كمان. يا بنت كنز إيه؟ الكنز الحقيقي أهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز، خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجيلك اكل واللقمة واقول نعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص، هو ده حلو قوي، هو ده الكنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي، نهار كسوت يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيبتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيكي عشان حمامة ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه؟ فتحي انا سالت واستعصصت، ها؟ سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين، المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او من يعني من يومين، فاحنا مفيش انت تحلي لي دلوقتي يا بت، انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز، يعني انا دلوقتي عايز اعمل. يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده، ده انا هقوم ده انا هموت. اهرب 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 يا ولد. انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي.
يا نهار اسود ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى، لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة، وحياتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا تروحة، حياتك بقى زود الاوردر عشان خاطر صحي تعب المرة تفطر معانا، أنا عارف إنه ده راست أوردر. اهو اطلب بقى، انت عايزه ايه؟ انا نفسي في، ما هو قال لي يا اختي، ما هو طلب مني شايبه حريف وصوتين وخياره، انما القته عليا انا، ده انا حصرف من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج، اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك، انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه، ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي، يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركه يا عريس، صباح يا بركه يا عمدي، اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى، هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركوا لك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها، وتقول لهم متشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار، انت بقيت بتعوم في قلب العار، نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سيليبي، الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف انا نام قصيدة البت دي، والله بسون العيش والملح، والله بحبك يا سيليبي. وانا يا بنتي بموت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوتا بقى. بقى يا سيدي. هذا الموقف يسخن، وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح، اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع، ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك، وحنا حراضيك ونسويه، وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لنا. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوبه على صدري. انا عقبال نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص، لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيه مباركه يا عمده. خليك افشل افشل جنب، خليك افشل جنب. بس انا هنكيف على وشي يا سيدي. كده حلو قوي. بس بسرعه، اللي جابك الحته دي هنا مش عارف انت جاي بيه. بسرعه يا سليم، زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر يلا. انا بهلك عندك يا سليم. طب تخبي وشك يا سليم. تخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي، يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي. يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا دي احمر انت، ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. The kick decided the game. ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة، أنا عايزة إمبي. حاضر حاضر، بعد الجيم ده يلا دوسي إكس. هدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟
اكس بس مش اكس اسمي اكس بالك اهو عشان ايه بقى بيباسي بيباسي ممرازي ايه ممرازي بيباسي يعني بيعمل كده ممرازي اهو ممرازي شط انت زهقتني دوسي دوسي يلا اهو كده اهو شاطر يا قطاطا انت كسبانه لغايه دلوقتي ما انا عارفه طبعا انت خلبوسه اما انت فاكر ايه بلعبها على طول الشارع ايه اللي بتلعبها في الشارع البنك البنك الحكم ده على فكره بيسنكل اللعيبه لا ما يقصدش هو بيوقعهم وهم بيوقفوا ما يقصدش يا قطاطا يلا انا الخنق الحكم خلاص صفر بيوقع اللعيبه خلاص قال لك جيم اوفر خلص ما تيجي نرقص شتحت الحدوته يا قطاطا ما انا راكد حدوته بس تعال نرقص يلا ماشي يلا يلا اللي تحت يا ولي ايه ده لا يلا تعال ايه ده هتجيب المطر بقى تامر حسني هكلم تامر حسني ليه هشغل مزيكا حماجي حماجي لا حماجي لا محمد حماجي يلا 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 انا ده حلو قوي يلا 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 النبي عليكي يلا النبي عليكي يا قطه يا بطه هي ما كانت بتقول كده يلا يلا ولا مره امي وابوكي كانوا مش بس ماتوا تحت الفيل والله كلام يا فني تحت يا ديبو يا ديبو يا ايه ازاي هو ايه ده الجمل بيلعوا له دروه عشان يخش فيها انت عايز تعمل الحكايه دي هنا هيا يا لمبي الى خيمتنا هيا الى خيمتنا الله يا عم الحاج احنا نفتح مساء الخير عاملة ايه؟ بخير انت عارف ان انا مش يعني مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض ها؟ وابقى عريس اللي يبقى عريس اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس للمساء هند عروس انت تسأل ان انت تبقى عروسة ان منا صعب عليا ان انا ابقى عريس انا تعبت الله انه ده في حياتي طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي كنت اخش كده ابص على العريس والعروشة والمعدين في قلب الكوسة واحد عليهم كنت اقول انت انا هتزوجك انا كمان واقعد في قلب الكوسة زيهم بس يعني يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض يعني ايه بقى انت ايه بقى كلمين انت بقى عن النار كده جوه نفسية يعني خير في سلامة وسلامة في خير سلامة ليه انا بقولك انت جوه يعني خرج جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعدعي يعني انت بعدعي ماذا تريدين ان تبعدعي أجل إحساسي الآن وأمس أجل هو إحساسي الآن وأمس يا لمبي أيوة هو ده شو لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين يا لمبي يا مرا قلبت امسية دينية كده ليه يا ستة ده انا لو عمتحن عربي مش عايز مع الكلام اللغة العربية ده كله انا اريد ان انا اتزوجك العب معاك عريس وعروسة فهمتك ايه
ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أوي دلع النور والمشاعل دي. النور ما مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ آه المشعل، أقصد المشعل. وبعد المشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي منحص الليلة. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. على أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. حياتي حياتي. وأمها. أيوة حياتي كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بس يا بنت يجب إن أنت تهبي عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامة. نعلمتني ام سلامك انت. ادي امشي بقى. واه يا بنت انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليلة معاه. يا حبيبي. ايه ده؟ قطعت قطعت. انت ليه بتنامي فجأة دايما ليه؟ نومي ده تعبان تعبان. تعبانه من ايه قطعت؟ ما اعرف يعني تحت الشام وفي النوم يعني. عاجبك كده اهو الصوت بكير جه وانت ما قلتيش اي حاجة. هاي لو ما انا بقى عشان خاطر السجن بقى عشان تمام خاطر متحيز العالم متحيز مصر. السجن كله عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لمامة. انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبه بتاعتها. يلا اسمع. طب وانت هتسيبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحده بسن امك؟ وانا مالي يا اختي؟ مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزبوطة. وانا مالي يا اختي؟ دي وليه قويه ومفتريه ماليش دعوه بحد. بتتدعوا بقى انت مناصر بقى عندها حق بقى. ما ايوه عندها حق ولازم تعرف بقى اللي سلامات تدرسها في الغيابة. قالت هي وليه يا مطاق؟ أبو دمي جانب. قولي يا بيت تعالي عودي جانب. بل بل بس بالراحة. سبت سبتتك سبتت سبتت سبتتك في غيابك. قالت ايه؟ قالت عليك ان انت وليه الاخر. ينهار مش اسود. وعليك كمان قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفة ورحنا شدين البنطلون هنلاقيك راجل. يخرب بيت ابوها. ايوه انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفه يا قطاطة لولاكي كان زماني على عماية. لا وده كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا بحري؟
أم ياس الزيت ودرس كده تاني أرفع أي حاجة تانية. الراجل اللي ارتاح هتحمي قطاطا؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطا. ماشي لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. أنا قدمتك أم ياسر ملابة عزان أقعد في أي وقت. بقولك يا قطاطا ماشي هو انت من النهاردة في حمايتي، وبالنسبة للطار اللي مبيتهولك المدعوة سلامات لمؤاخذة تبقى تبل وتشرب ميته. يا نهار اسود، شفت الولية حرشانة عملت ايه؟ بلفت ام ياسر وحطتها تحت بط وقال ايه هتخليها الفتوة بتاعتها. انوسة دي والعبان شكلنا كده احنا التلاتة مع بعض هنبقى منصوريانا. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكة. جرايا مرة منك ليها في ايه؟ ما بقاش اسم علام سامة، اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. تعدني بقى كده اهو بس تعدني. حاضر خلاص كده مظبوط ولا ايوه ده كده مظبوط. ماشي سي قطاطا. ما عارفه يا حبيبي تعدني من جوه. عارفه يا تيتا قطاطا؟ لون تيتا قطاطا. هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره، بس انت بتضفرهولي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله يرحمها؟ اللي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها. يعني أي حد في الدنيا ممكن يعمل لك التدفيرة دي؟ اعملي عصرة الأسد. لا يا قطاطا أنا ما أقصدش، أنا أقصد بس إن أنت فكرتيني بماما. مش يا حبيبتي بصي، رغم إن أنا أكبر من ماما وأعمل منها 13 ست، إنها ما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. ما تقوليش الله يرحمها! انت مش سبحان الله بقك هنا تحت اهو. اديكم معملي كده بقى قدام. ايوه انت فين يا قطاطا؟ ايه ده؟ هو ايه اللي ايه الخرم في الخرم هو ده ايه؟ هو مناخير يا قطاطا. ده خرم المناخير فوق؟ ايوه بق اهو بق اهو. ايوه صح الخرم بيبقى فوق بتاع المناخير. يا سلام ده انت عارفه ده زمان؟ ده انا ياما زوقت عراجة تستنى عشان اظبط الرود. لما ظبطت عرايس كانت تجيني بقى العروسه من باب السحريه وكنت ونبص كنت بجهزهم واديله العروسه كده في ايده واقول له خد سلم يا عم. كان بيعملوا ليله وبيجوا لي كل ليله خميس بجد؟ معاهم مصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا. تحطي ميك اب حلو جدا. بصي انا كنت يا طاطا دي مناخير يا طاطا، ما انت بتحطي كويس اهو بتلحوسي فوق ليه؟ ما هو وهو بق اهو انت حطيتي صح. انت بوقك مش مظبوط. ايوه بس كده عمي عمي بقى كده حلو لا بس افرك. ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المرايه وتعرفي اللي عملتي ايه بقى. ماشي يلا وانا لسه هزوق. ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ تعالي هنا. في حاجة حصلت؟ عايزة رؤسة دي؟ انت عايزة رؤسة دي؟ ايه ده؟ ايه ده انت بوظت المقياس؟ انا؟ انا برضه اللي بوظته؟ ايوه انت اللي بوظت المقياس. بس انا طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي؟ لا انا كده هدوك طيب؟ ماشي كيف الحدوده بتاعت الليمبي حبيبك؟ صح الليمبي حبيبك؟ ماشي قول يا قطاطا قول. طيب انت كويسه والله. كان يا مكان نزعت يا كرام وريحه الكلام ده بيجي للنبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام.
عليك يا لبي. اه تعال انا حاسس ان انت محضر لي مفاجاه بقى وهتروح كشف لي على الكون. والان ايوه افتح عيني اقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى، أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. إت. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما الضحكة في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة امبارح في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فهنحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فهنحن نبيعها. لا ويحكم، دائما دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي يا ويحي لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتم. يا لمبي يا ولدي ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك! إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر! احذر! ألم أحذرك؟ ألم أحذر؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده زي عم الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنظ. انت ما تعرفش الرؤية بنا مش حاجة غير على الكبير لحبة اللي فيهم ده. احذر يا عم. احذر يا لبي. احذر يا رب الناس. احذر. انني اتبرع منه. يا قوم يا قوم تعالوا وانظروا، ارأيتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل انه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم انه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الاعظم. برافو حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا،
انه يسب آلهتنا وامهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم؟ مالك؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ انه يسبنا بالكفار، عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه! وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عارف، عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتله! تسلم إيدك. عمو! عمو! الشاهد طيب! الشاهد طيب! الشاهد! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد! أشهد الله أكبر! أشهد أن لا إله إلا الله. جدي! أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي، مفيش كلمة خالص، يعني حصل حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده، وقعدي افرقي بنفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة بعض. ماشي، بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا، مبسوط يا عمو؟ يا قوم يا قوم يا قوم، هريسة ابن عبد المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة، فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة، وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني. كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر. ثم أنا كبيرهم، ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال، هيا 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 هيا.